السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، ومرحبا بكم معايا في القناة ديالي. اللي كيشاهد القناة ديالي أول مرة مينساش يشترك فيها وفعل الجرس باش يوصلوه كاع الوصفات ديالي. كما كتلاحظوا البنات، اليوم غادي نحضر معكم الخبز بالقمح اللي كيجي رائع وكيجي مفشفش، ما فيه لا بابا لا والو، والطريقة سهلة وواضحة. وكنتمنى تنال الإعجاب ديالكم ونبداو على بركة الله. هنايا البنات عندي قصرية اللي كنوضع فيها، هنايا البنات عيني ميزاني، انا ما غاديش نستعمل العبار لا والو، هنايا عيني ميزاني. المدى فيها البنات كنضيف ليه تقريبا جوج معالق كبار ديال الخميرة الفورية. هنا البنات المعالق ما عنديش، انا ما عمرتهمش تلفهم، يعني ضفت جوج معالق ما عامرينش ديال الخميره الفوريه، وضفت لهم معلقه كبيره عامره ديال السكر سنيده، وكنخلط الخميره ديالي مع الماء مع السكر سنيده، وكنغطي عليها وكنخليها تفاعل ليا الخميره ديالي. من بعد ما تفعلت ديال الخميره البنات ودرت لي دوك الفقاعات الصغار، كنوضع تقريبا جوج لايف ديال دقيق القمح الكامل اللي هو بنخالته، وضعته بالنخاله ديالو. من بعد كنستعمل يدي وكنخلط جيدا الخليط ديالي، وكنخلي ديك النخاله تشرب ليا داك الماء اللي فيه الخميره والسكر سنيده. من بعد البنات كنضيف الدقيق ديالي الابيض او الفورس، كنضيفو تدريجيا. وهنايا غادي نوضع حتى الملحه ديالي اللي ما ذكرتش معكم، كنوضعها مع الدقيق الابيض. وكنبدا نجمع الدقيق ديالي مع الخليط الاول حتى كنحصل على عجينه متماسكه. في هذه الاثناء تنبقى نضيف الدقيق ديالي تدريجيا حتى كنحصل على عجينه متماسكه ومجموعه ورطبه، وما كندلكها ما والو البنات، كنبدا غير نجمع في العجينه ديالي. الطريقه البنات ساهله وكيجي فيها الخبز مفشفش وكيجي رائع. وبالنسبه للبنات اللي بغاو يديروا مشروع وباش يسهلوا عليهم الماموريه، انهم يديروا بانيو يخصصوا غير الخبز بوحدو ويوضعوا فيه الماء والخميره والكميه زعما اللي غادي يعجنوا بها الدقيق الخبز ديالهم، ويديروا هالطريقه البنات ناجحه مليون في المئه، وكيجي الخبز ديالنا رائع وخفيف ومفشفش. وكنتمنى تعجبكم هذه الطريقه، وما تنساوش تخليوا لي لايك والتعاليق ديالكم الزوينه والرائعه. من بعد البنات من جمعت العجينه ديالي كما كتلاحظوا، صافي هنايا البنات كنغطيها وكنخليها ترتاح،
ونرجع لكم من بعد ما ترتاح. من بعد ما ارتحت ليا البنات العجينه ديالي صافي، هنايا كنبدا نفرخها من الهواء وتنخليها في الجنب، وكنجيب هنايا السميده ديالي او الفينو او النخاله اللي بغيتو نتوما تكرصوا به. صافي هنا كنبدا نقطع العجينه ديالي قطع متساويه، وكنقطعها بالفورمه اللي بغيت، يعني بهذا اللي بغيت، وكنشكلها بالتشكيله اللي بغيت. من بعد البنات ما كملت تكراس ديال الخبز ديالي، وغادي نخليه هنا يخمر وندوز نطيبه معكم كما غتلاحظوا معايا. هاي البنات طرحته خليته كيطيب على خاطره،
البوطه البنات كتكون متوسطه كما كتلاحظوا. الخبز ديالي جا رائع وجا خفيف ومفشفش، وكنتمنينا الاعجاب ديالكم بهذه الطريقه هذه اللي دائما دائما تنحضر بها الخبز ديالي. وما تنساوش تخليو ليا لي لايك والتعاليق الزوينه اللي كتخليني نتحفز. وبالصحه والراحه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه الى وصفه قادمه ان شاء الله.